السلام عليكم خوتنا، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم خرجه جديده بالدراجه، ان شاء الله نمتعكم معنا في ادغال هذه الغابه اللي راهي مورايا. كاين واحد البحيره يعني طبيعيه ما شاء الله في وسط الاشجار، ان شاء الله نوصلوا ليها ونصور لكم ثم واش كاين. تابعونا للآخر، بارك الله فيكم، شكرا. هاي الدراجة وهذه الطريق اللي نروحوا منها ان شاء الله. هذه طريق سكة الحديدية راهي تحتي، ان شاء الله نروحوا لداخل أعماق الغابة أدغال. نكملوا مطريق هذه اللي منا، الحاجة مليحة دايرين لي بلاك يعني طوب، مستحيل تتبحر. هنا كاين لاك، هذا بحيرة عليكم. رانا نحبس شوية نصور لكم كيش منظر هكذا هايل. وصلنا للمكان هذا، طريق ممنوع على السيارات ودرجة نارية. هاذيك هنا مبارية، باش احنا ندخلو بصح نشد الفيلو غير في يدي هكذا نقودها برك. الطريق راهي تبان لي شوية عيانة باش ما نخسروش الدراجة. هنا قبع الروشي هذا، خلوي طوب. جبت معايا الدرون باش نصور بالدرون، من الاحسن. ولكن خرجت لي بلاكة هكذا حمراء قالت لي ممنوع تصور في هذه المنطقة بالدرون، لانه يوجد مطار هنا، مطار بعيد حوالي 6 كيلومتر، مطار بيركالا.
الدرون ممنوع تصور بها قدام المطار. هاي شوية تصب شوية مطر هكذا هذي قطة. في أدغال الغابة، أنا في قلب الغابة هنا. الدراجة تعيي بابا 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 غير طلعت. شنو الروتور من ما نجيش من طريق عيانة كارثة. جر هنا شوية طريق مليح الجهة هذي. هاي ان شاء الله نوصلوا بخير، واخيرا بعد معاناة مع الطريق هذي انا وصلنا. ما بقاش، بقات 58 متر. ايزو ناي ستين يارفي باللغة الفنلندية. هم دايرين الطريق هذي خادمينها باللوح. تدي وتجيب يعني، نروح نتبعوها بشوية حتى نوصلوا. هانا وصلنا، نزيد نمشي شوية هذي باش ندور الكوتي اللي من هي. والله أعلم كاين شوية غاشي على حساب باش راني نشوف. المهم نصور لكم واش كاين. يعني بحيرة ما شاء الله طوب. الحمد لله كي وصلنا بخير. هاني يعني في أدغال الغابة. أنا وصلنا، كثر خير هالدراجة وصلتني حتى لهنا. قاعدة هنايا كاين عائلة ترابلي. ما شاء الله طوب. يعني طبيعة ما شاء الله. هم دايرين الطابلة هنا، هي تحب تتقهوى ولا تفطر والله. يقابلك هذا المنظر. طوب. هاي نزيد نقدمو ليه نشوفو واش كاين. ايه هنا باربيكيو، هنا اللي حاب يشوي والله يجي هنايا. اصبر تشوف صوروها. دايرين الفحم، الحطب موجودين لتحت. هاوليك ايه راهي شاعلة النار يو، اصبر تشوف ولا شعلة. ممكن الغاشي شوية لي ليش نتقدموا نشوفوا الكوتي هذا اللي من تاع السباحة.
هذا السباحة ها ندير السلوم هذا شويه كاين الغاشي هنا نرجع بلاصتي اللي هي خير نرتاح شويه ونديمار نرجعو هاي نجيبوها هنا وخلاص هاي هذيك الطابله داوها شافني طاحوا كاع معليش سيي طيرت الدرون هنايا ديت شويه لقطات من البحيره هذه وشنو الكونترول تاعها مني ذاك يروح لا غارب هذه بلاصه ممنوع طير فيها درون والله يروبو راه هنا برك قدامي وشنو بيان بلاصه فور هاي هم الناس يجوا فامي هنايا هاي المهم نستقهوى ودركا وقت القهوة ما كان كيما هذا لازم القهوة قبلك المنظر هذا ها تبرم مع راسك كنت نمشي لقيت هذه المقبرة عبالكم تياش مقبرة هذي هذي تاع الحيوانات الأليفة راه كيما هنا راه مدفون ما نعرف لا قط ولا كلب ولا هنا اللي يموت له حيوان يجي يدفنو هنا الصليب هذا ليلو سوبو بلي قديمة بزاف هذه المقبرة هذه 1972 قديمة الله يبارك 1967 وتوفى في 1978 يعني في الدول هذو الحيوان يكرموه الحيوان عنده الحق في المقبرة انا عجبتكم هذه الخرجه سيبو دوك نقطعنا الغابه هذه ونوصل للدار عييت لي كلش درت ثلاث سوايع هاي من الوحده للربعه شكرا كتبتوا على الاخر بارك الله فيكم شكرا على الدعم
يعطيكم الصحة، دمتم برعاية الله، على بروشين إن شاء الله، سلام.